أكثر من 5 ملايين طفل يتيم في العراق، أي ما يعادل 5% من إجمالي الأيتام في العالم حسب منظمة اليونيسف. لذلك كثر هم الأطفال واليافعون الأيتام الذين ينتظرهم مستقبل غامض بالعراق في حال لم يجدوا من ينتشلهم من واقع متردي يعانون منه على أكثر من صعيد، لا سيما أنهم يعيشون في معظم الأحيان في كنف أسر شديدة الفقر بوجود دور الأيتام والمنظمات الدولية. استوديو الناس والتفاصيل. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج استوديو الناس. موضوعنا اليوم أحبتي المشاهدين متعلق باليتامى في العراق، وبعد الإحصائيات الأخيرة التي أكدت بوجود أكثر من 5 مليون تقريبا و 5 ملايين طفل يتيم في العراق، ما يعادل 5% من إجمالي الأيتام حول العالم. هذه الإحصائيات وهذه الأرقام المخيفة جدا اللي الكثير من الجهات السياسية والجهات الحكومية أيضا اليوم تكلمت حول هذا الموضوع، وأنه راح يكون هناك أيضا قانون لربما يخص اليتامى يكفلهم ويكفل لربما يكون لهم راتب خاص فيهم. طبعا بإمكانكم المشاركة أيضا من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. لما نتكلم عن موضوع اليتامى في العراق، لربما هذا الموضوع هو ليس بالجديد، لكن من سنوات عديدة نشوف هنا في كل سنة نشهد معاكم تزايد في الأرقام وفي الإحصائيات الخاصة في أعداد اليتامى وفي عدد اليتامى الموجود في العراق. ولما تجي تشوف الإحصائيات أيضا الدولية التي أكدت بأنه فقط 5% من إجمالي اليتامى في العالم موجودين في العراق. طيب شنو السبب؟ شنو ربما اللي خلى هذه الأعداد تزداد فقط عندنا بالعراق؟ طبعا عندنا هواية أسباب، لكن خلينا نتعرف على بعض من عدها ونتعرف أكثر على تفاصيل حول هذا الموضوع في هذا التقرير. في آخر إحصائية كشفت عنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والتي أعلنت فيها عن وجود أكثر من 5 ملايين يتيم وسط معدلات فقر تعيشها البلاد تتجاوز 50% في بعض المناطق، إذ حذرت المفوضية من خطورة عدم توفر دور إيواء لتلك الشريحة، ما يجعلهم عرضة لمستقبل مرعب والوقوع ضحايا في عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات. وبذلك الشأن يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي أن القصور في الأداء التشريعي والحكومي يمنع زرع الثقة والولاء لدى الأيتام تجاه الحكومات العراقية وتطلعهم إلى هجر العراق واللجوء إلى دول أخرى لتحقيق ذاتهم، إذ إن تصاعد أعداد الضحايا من القتلى في العراق هو ما خلف الكثير من أيتام ومشردين دون مأوى أو رعاية عائلية. من جانبها قالت المفوضية بأن من أهم الأسباب لتزايد نسبة الأيتام في العراق هو عدم وجود اهتمام بهم وأعطاهم أولوية من المؤسسات العراقية، رغم وجود ما يقارب 22 دارا للأيتام في البلاد تابعة لوزارة العمل، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 100 يتيم. أما بقية الجهود فهي تحسب لمنظمات المجتمع المدني، ورغم وجود 345 منظمة تعنى باليتيم في العراق إلا أن غالبيتها تستغل الأيتام لجمع المال لمصالح شخصية، مع وجود مسؤولين يتاجرون باسم اليتيم همهم الوحيد هو جمع الأصوات الانتخابية، فيما الحكومة لا تملك رؤية لمعالجة هذه المشكلة الاجتماعية. والسؤال هو إلى متى سيبقى اليتيم على هذه الحال؟ لبرنامج استوديو الناس، ياسر البياتي، قناة الفلوجة. والله ما أدري إلى متى راح يبقى حال اليتيم بهذا الشكل، ما حد يعرف. 5 ملايين طفل يتيم في العراق، يعني إحصائيات الدولية اللي تؤكد
أنه 5% من إحصائية الأيتام في العالم موجودة في العراق. طيب شنو السبب؟ طيلة هذه السنوات الماضية، ولربما احنا اليوم لما نتكلم عن هذه الأسباب اللي أدت أنه هل يعقل في العراق 5 ملايين طفل يتيم توصل بهم المرحلة لهذه الطريقة وهذا الشكل؟ هذا هو حال الأطفال اليوم في العراق؟ احنا لما نتكلم عن الخروج من أزمة وعن الخروج إلى واقع أفضل وعن أنه يكون عندنا جيل المستقبل، تجي تشوف الأرقام أنه 5 ملايين طفل يعانون وما عندهم اهتمام وما عندهم لربما أحد يقدم لهم الخدمات اللي يحتاجوها، مشردين في الشوارع، ولا ربما البعض عندهم قد أخذوهم بعض العوائل وتبنتهم، والبعض الآخر اللي إلى حد هذه اللحظة ما يعرف وين يروح. وإحنا دي نقول أنه هذا الموضوع قد يتفاقم شوية شوية وتفاقم، وأكو منظمات دي تشتغل على أطفال اليتامى حتى تشغلهم في بقية الأعمال وفي بقية المؤسسات الغير مناسبة لهم، وهنا تصير مشاكل وطامة كبرى. هنا لازم تكون أكو هناك اهتمام أكثر من قبل الجهات المعنية. يعني الطفل اليتيم الموجود لربما في المؤسسات الحكومية الخاصة بالأيتام يصير عمره 18 سنة ويقولوا له روح الله وياك، كبرت أنت بعد، الدولة ما تقدر يعني بعد ما تقدر توفر لك كل شيء. من هو صغير موجود صار عمره 18 سنة طلع، فهو لازم هو يروح يعيش وحده بعد. زي هذا وين راح يعيش؟ راح يقضيها بالشوارع، راح يروح يشوفها، يا أما يبيع مي، يا أما يشوف له ربما قد تأخذ بعض المنظمات الشغلة في تجارة المخدرات، أو بعض المنظمات اللي تأخذه، أو بعض العصابات ويصيرون يتاجرون فيه. وهذه المشاكل اللي تمس الواقع الخدمي اليوم أحبتي المشاهدين، وخاصة شريحة الأطفال، هذه الشريحة المهمة اللي لازم تكون لها إجراءات حقيقية لمتابعة موضوعهم. زين، إحنا اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع أحبتي المشاهدين، ولما نشوف يا ترى شنو الأسباب اللي أدت إلى زيادة هذه النسبة قبل السيع في طيلة السنوات الماضية واللي وصلنا فيها لربما اليوم حتى في 2023، هذه النسبة الأخيرة في نهاية 2022، ولربما أكو أكثر بعد بخصوص هذه الأعداد الهائلة من الأطفال اللي لحد الآن ما يعرفون شنو مصيرهم. أحبتي المشاهدين، خلينا نتكلم في هذا الموضوع أكثر ونتعرف على تفاصيله مع وكيل وزارة العمل سابقا والخبير في الشأن الاجتماعي الدكتورة عبير الشلبي اللي راح تكلمنا عن هذا الموضوع. دكتورة عبير، بداية يسعد مساءك وأهلا وسهلا فيك في برنامج استوديو الناس. السلام عليكم، يسعد مساءكم، وأني أشكركم جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. استضافتي وأشكركم جدا لتسليط الضوء على موضوع مهم جدا هو موضوع الطفولة في العراق. يا أهلا وسهلا دكتورة. بداية إحنا لما نتكلم عن هذه الإحصائيات واللي تقول إنه 5% من إجمالي اليتامى في العالم موجودين في العراق، هذا رقم مو يعني بسيط، مو رقم مفروض إحنا نتهاون فيه، فبرأيك شنو الأسباب اللي خلت إنه نوصل إلى هذه الأرقام وهذه الإحصائيات الغريبة؟ نعم، أولاً أنه إحنا دائماً ما نعول على الإحصاءات اللي تجينا من جهات غربية أو جهات بعيدة عن المؤسسات الرسمية. حقيقة الأمر يعني إحنا وزارة التخطيط العراقية هي المسؤولة عن تزويدنا بالإحصائيات الدقيقة باعتبارها هي تمثل الممثل الشرعي للحكومة. نعم. لكنه استقراء الواقع يعني ما مر بالعراق من ظروف قاسية سابقا ولاحقا اكيد خلت اعداد كبيره من الايتام. نعم. يعني هذا الشيء لا نستطيع يعني ان ننكره. طيب. ولكن نعم عفوا. لا تفضلي دكتوره، تفضلي. ولكن انه هاي الاعداد الايتام يعني الايتام هم ينتمون الى عوائل الى اسر، يعني مو كل يتيم هو فاقد الرعايه وفاقد يعني خلينا نقول الحنان وفاقد، اكو ايتام ينحدون من عوائل يعني متمكنه اقتصاديا ذا مستوى معاشي جيد. نعم. وهنالك ايتام يعني يعني اذا فقدوا هذه الرعايه وفقدوا هذه العنايه، هنالك مؤسسات حقيقه سعت الحكومه الى انشاء مؤسسات تدعى مؤسسات دور الدوله، باعتبار ان الدوله هي الاولى بتربيه هؤلاء الاطفال ورعايتهم وتوفير كل مستلزمات الراحه لهم والامان. طيب دكتوره عبير، يعني احنا اليوم لما نتكلم عن اعداد
اوكي احنا ما نعتمد على الاحصائيات الدوليه، اوكي خلينا نقول انه لربما مو 5 مليون، مهما كان العدد ومهما كانت الاحصائيه، اليوم انا عندي نسبه كبيره جدا من الاطفال المشردين، من الاطفال اليتامى، بغض النظر عن انه اكو بيهم لربما عندهم اصحاب عوائل جيده ومتمكنه، لكن برايك شلون ممكن انه احنا نوصل الى حل نقدر من خلاله نساعد هذول الاطفال ونقدم لهم الخدمات اللي يحتاجوها؟ شوف انا يعني حتى لا اكون حياديه، يعني طبعي دائما اميل للواقعيه. نعم. يعني اليوم احنا اذا نستقرأ واقع الطفوله بالعراق فهو واقع مزري. طيب. بل اصبحنا نخاف على الطفل من عائلته. يعني اليوم الطفل بدل ما كنا نخاف عليه بالمدرسه او من المجتمع يعنفه، اليوم نخاف على الطفل من الام والاب، واحنا كنا نشوف يوميا نسمع قصه. اخرها قصه الطفل يوسف. نعم. زين، ويمكن بعدها لاحقا هم جت قصه ثانيه. احنا بالنسبه لنا بالعراق ما مهتمين بالطفوله. يعني اذكر لك فد مقوله. نعم. لحكيمه بريطانيه تقول اخبرني عن واقع الطفوله اليوم ساخبرك عن مجتمعك غدا، واقع مجتمعك غدا. بمعنى الطفوله هي تصنع المستقبل، هي تصنع المجتمع الراقي، المجتمع المتحضر، المجتمع المتقدم. احنا بالعكس، احنا واقعنا بالنسبة إن رغم أنه العراق منضم إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1994، طيب. ولكن إذا نجي على مبادئ هذه الاتفاقية لم يتحقق منها شيئا، لا الصحة ولا التعليم ولا الترفيه، أبسط الأشياء. إنه اليوم الطفل هو أصبح فريسة للأم، فريسة للأب، فريسة للمجتمع، فريسة بالمدرسة، العنف يلاحقه أينما يكون، وهذه كارثة. والأكثر منها لليوم إحنا من كنت مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة عام 2012 قدمنا مسودة قانون حماية الطفل، ولغاية اليوم لم يشرع هذا القانون، وهذا دل على شيء. شنو الأسباب على... اللي أدت إلى عدم تشريع هذا القانون دكتورة؟ هذا أحد الأسباب، أنه عدم اهتمام الدولة الحكومة بالطفل. طيب. يعني إحنا اليوم خلينا نعترف بأنه الطفولة لم تكن ضمن أجندات الحكومة. زين، والا اين دور مكتب؟ يعني هل الطفل ومشاكل الطفل اليوم اللي وصلت الى حد انه الطفل يقتل؟ يعني ما يستحق الطفل تكون هيئه مستقله عليا ترتبط برئيس الوزراء حتى نحمي حقوق هذا الطفل اللي اصبح ضحيه؟ زين دكتور، احنا اليوم ايضا عفوا يعني لما نتكلم عن هذا الموضوع، اوكي هو كان اكو تقصير واهمال من الجانب الحكومي، لكن ايضا اكو في الجهه المقابله لربما اكو اسباب مجتمعيه اجتماعيه قد ادت الى تفاقم هذه الحاله. نعم، انا راح اجايتك بالكلام. يعني احنا نعم نتحمل الدوله اولا، لانه الدوله هي اللي توفر الحمايه والرعايه لافراد المجتمع. طيب. تمام، ولا ومنهم الطفل. ولكن تبقى أكو جانب آخر، هي منظمات المجتمع المدني أن يأخذ دوره في توعية الأسر. اليوم أكو مكاتب، لابد أن تكون هنالك مكاتب يعني تهيئة الزوج والزوجة قبل أن يشرعون إلى الزواج، إنه حتى نفهمهم شنو الأسرة. هي الأسرة مو مزاج، أنا أريد أتزوج وافتح لي والله حبيت وحدة وأريد أتزوجها وبعدين شهرين الثالثة يطلقها. أكو لازم مكاتب، ما صار تفاهم، يعني هذا الرابط الرباط، هذا الرباط يعني رباط المفروض يكون إلى أسس قوية متينة رصينة حتى نقدر نبني أسرة. الأسرة هي اللي تخلق المجتمع. إحنا اليوم يعني نريد نروح إلى المحاكم المختصة. نعم. نشوف عدد الطلاق أكثر من عدد المطلقين، أكثر من عدد اللي مقبلين على الزواج. هذا شنو أسبابه؟ أسبابه أولا عدم التكافؤ الثقافي، عدم التكافؤ الاجتماعي الاقتصادي. اليوم المجتمع ساري نحوه، انا مو متشائمه ابدا. نعم. ومدى اقرا فنجان، وانما انا حقيقه المشكله واقعية. هذه دكتوره عبير، يعني عفوا هذه حقيقه فعلا. اليوم احنا لما نتكلم نجي نشوف احصائيات الطلاق والزواج الموجوده عندنا في العراق، يعني نستغرب مخيفة. جدا انه ليش احنا وصلنا الى هذه الحاله. اكو نقطه جدا مخيفة. اخرى مهمه، يعني نعم. اوكي احنا لربما قد نعاني من عدم تثقيف الاهل والاسر العراقيه بهذا الموضوع، لكن اليوم ايضا من المواضيع اللي ايضا تم طرحها انه موضوع الاطفال اليتامى قد خرج من موضوع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهنا طامة كبرى، في حين أنه لازم يكون أيضا من ضمن منهاجها. من أكثر المعارضين كنت أني، كنت معارضة لقانون فك الارتباط وضم دائرة دور احتياجات الخاصة إلى الحكومات المحلية. نعم. يعني إحنا بخبراتنا وبتجاربنا، وأنا يعني 15 سنة قايدة هاي الدور، وحتى خرجنا مهندسين وخرجنا ضباط وخرجنا مدرسين من الأيتام،
وماكو كان يتيم ما عنده هوية أحوال شخصية، يتيم أو مشرد أتكلم. نعم. وبعدين زوجناهم، حتى فرص عمل اللي لازم بمجرد صار فك الارتباط. اليوم حتى لقمة اللقمة العيش خلينا نقول اللي كنا نوفر لهم إياها في هذه الدول. نعم. أصبحت مسلوبة، أصبح المحافظات تعتمد على الناس المتبرعة. إذا السؤال أين الموازنات المخصصة للأيتام؟ أين مصروف الجيب كان مخصص لليتيم؟ اللي هذا المصروف نخليه فيه دفاتر التوفير. نعم. هذا الدفتر يبقى في المصارف، ما من حق أي واحد يسحب فلس من عنده إلا أن يبلغ المستفيد عمره 18 سنة، يروح يسحب على الأقل يلقي في مورد مالي يفيده في حياته. نعم. خليت أسأل كل المحافظين، من المحافظين بعد ما أجتهم الدرجات الوظيفية قدر نعم. أن يعين الأيتام اللي بلغوا سن 18. زين دكتور، هذه أيضا نقطة نانة جدا مهمة، يعني من اللي يستهدف هيك شريحة من الأطفال في هذا العمر؟ لربما من هو طفل إحنا اعتنينا فيه لما صار عمره 18 سنة، خلاص روح عيش بوحدك. من المو يعني من اللي يستهدف هذه الشريحة اليوم؟ ليش إحنا دائما يعني شكو شيء سلبي نخليه بالقانون ونطبقه؟ صدقني ما كل شيء، حتى القانون عدلناه. طيب. أنا يعني واحدة من الأمور كان الطفل من يبلغ سن 18 نقول له تفضل. إحنا اليوم عدلنا القانون. الطفل من يبلغ سن 18 ويصبح بالغ وما عنده أسرة نبقيه في الدار متطوع، سواء بنت أو ذكر نبقيهم. البنت خما نهائيا ما نسمح لها تخرج. نعم. يا أما نخليها متطوعة، يا أما نديها فرصة زواج، يا أما فرصة عمل، وما نفرط بها، لأن هاي أصبحت جزء من يعني من حياتنا. يعني إحنا ربيناها وهي صغيرة وكبرت، كيف أفرط بها في مجتمع قاسي على خلينا نقول البنت؟ نعم. زين، فكيف يعني الذكر نفس الحالة، كثير عيناهم وفي نفس الدور عيناهم، وحتى أزيدك يعني حتى ما كنت يعني أخليهم يروحون يأجرون بعد الزواج، وإنما عينتهم حراس حتى يكونون في نفس الوحدات التابعة إلى الوزارة، يكونون حراس في هاي الوحدات وما يصرف على الإيجارات، وأيضا كان موظف ويتقاضى راتب، وزوجته أيضا عينها صارت موظفة وقدروا أن يبنون أسرة، وانتشلناهم من واقع التشرد إلى واقع عرف شنو مفهوم الأسرة، وحققوا نجاحات في بناء أسرة. زين إذن ست دكتورة، عفوا يعني رغم هذه النجاحات اللي قدمتوها ورغم هذه الأعمال اللي قمتم فيها، ليش تم استبعاد موضوعهم من عندكم؟ منو اللي كان السبب في استبعادهم؟ والله شوف، إحنا مع الأسف إحنا كل القوانين اللي نشرعها هي مزاجية مزاجية وسياسية. يعني كان المفروض أني أنظر لهذا الطفل، ما أنظر حتى أعدي شخص معين. هذه حياة بشر يا مان، مزاجية دكتورة. لا، هو هذا اللي يصير. وإلا أنا كنت أوذن وذنت، قلت الأيتام خط أحمر، وطيت حتى دراسات وانطيت مقترحات، رجعوا دور الأيتام، رجعوا دور المسنين المعاقين خط أحمر، لكنه لا 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 توجد آذان صاغية، فقط يعني هم يسمعون إلى ما هم يفكرون به وإلى مزاجياتهم الخاصة، والضحية كان الطفل. ودائما أنا على تواصل مع السيد المحافظ وأقول له دائما هذا الدار بحاجة إلى كذا وهذا الدار، ويسمعني يمكن أسمع، ولكن ما بقيت متواصلة، بقيت أدعم الدور، بقيت أدعمهم، والموظفين بقوا يلتجئون إلي، والأيتام بقوا يلتجئون، لأنه ما حد يسمعهم، اليتيم ما حد قام يسمعه. اليوم إحنا كنا ثلاث وجبات، من خيرة الوجبات وصل المرحلة الطفل يقول أنا ما أريد بعد لحم، ما أريد دجاج، ما أريد سمك، أنا أريد فلافل. يعني تصور. نعم. تصور كنا نرفض يعني أي مديرة تستلم بالات، أنا كنت حاسب يعني حتى الملابس، لأن هذا طفل مثل ما ألبس طفلي ألبسه، لأن كرامة الإنسان فوق كل شيء. زين دكتور، دكتورة عفوا، يعني خلينا نوصل أيضا نقطة مهمة حتى نوصل فيها الفائدة للمشاهد. الآن نحن عرفنا لربما الكثير من الإجراءات القانونية اللي حصلت بخصوص هذا الموضوع الغير صحيح وإلى آخره، لكن شنو ممكن الحلول اللي نقدمها في الفترة الحالية حتى على الأقل نعتني فيهم؟ الحلول يعني اتخاذ قرار حكومي سريع، إرجاع هذه المؤسسات الإيوائية إلى وزارة العمل حتى تأخذ دورها الوزارة في رعايتهم، لأن أكو بعد لا زالت هنالك خبرات في الوزارة قادرة أن تقدم لهم، لأن عندنا دار للمستردين وموفر لهم كل ما يحتاجون من مستلزمات الراحة. هذه الدور يعني أثبتت الحكومات المحلية فشلها الذريع في إدارة هذه الوحدات. نعم. العمل الاجتماعي بعيد عن
مفهوم الحكومات المحلية. الحكومات المحلية هي لها الجانب الخدمي، جانب لكنه في مجال العمل الاجتماعي ما حققت أي نجاح. طيب طيب. وأني هذا الكلام أقوله، الكلام يقوله الصغير قبل الكبير. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة عبير على مشاركتك وعلى هذه المعلومات اللي قدمتيها، إن شكرا جزيلا، وإن شاء الله تكون أيضا لقاءات أخرى. إذن أحبتي المشاهدين، يعني إحنا تكلمنا في هذا الموضوع مع وكيل وزارة العمل سابقا وأيضا الخبير في الشأن الاجتماعي اللي حدثنا كيف كانت الإجراءات في ذاك الوقت، لكن إحنا دا نحكي اليوم على موضوع آني. احنا اليوم لما بدنا نحكي عن موضوع الاطفال اليتامى وبدنا نشوف انه شلون كان اكو هناك اهتمام من قبل ايضا ربما وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، اليوم اني افصلهم واخليهم متعلقين في الحكومات المحليه، هذه القرارات اللي غير تناسب هذه الشريحه المهمه. يعني هل يعقل انه احنا اليوم حتى نهتم في هذا الجانب علينا نبقى دائما انه شكو شيء سلبي نخليه في القرار، وهذا الشيء اللي ايضا دا يعارض ويانا ويا واقعنا الاجتماعي. الدكتوره تكلمت حول هذه النقاط يعني بأشياء جدا مهمة، وقالت انه شو ممكن انه احنا راح يتم تعاملنا مع بقية يعني الاطفال ومع بقية حتى شرائح المجتمع. اليوم احنا عندنا خطط قدمناها وعندنا افكار طرحناها ومقترحات ايضا خليناها يعني الى الحكومة، لكن ما تمت الموافقة عليها. من 2012 تقول احنا قدمناهن والى حد الان ماكو اجراءات حقيقية الا هي تركة العمل، وطبعا والان هي ايضا الان الوزارة في يعني خلينا نقول ادارة جديدة، لكن احنا نوصل رسالتنا لهم. شنو ذنب الاطفال اليتامى اليوم انه هم يستبعدون من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ويصير اهتمامهم بالحكومات المحليه؟ ما هو طول عمرهم كانوا تابعين الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه والى الرعايه، وكانت اكو لهم قوانين خاصه. هذه التفاصيل احبتي المشاهدين، من تحكي انت على طفل يتيم ما عنده ماوى، ما عنده سكن، ما عنده حد يعينه، يوصل الى 18 سنه من عمره ومن بعدها لربما يخرج الى الشارع وما يعرف شلون يقدر يعيش. اوكي قبل كان اكو هناك اهتمام بالاطفال لما يعني يوصلون الى سن ال 18 يقدرون يتعاملون وياهم، خلينا نقول انه لربما يوفروا لهم حياه بديله، لربما قد يوفروا لهم اشخاص يقدرون من خلالهم انه يعني يعيشون حياتهم المطلوبه. لكن احنا اليوم في 2023 دا نستغرب، دا نشوف المنظمات الدوليه مهتمه بالاطفال واحنا ما مهتمين فيهم. هنا الدور يقع على الحكومة أيضا حبيت المشاهدين. أوكي أكو دور جدا مهم في الجانب الاجتماعي اليوم، ولربما حالات الطلاق وحالات الزواج هي سبب في ذلك، وأكو أطفال يتامى قد تركوهم أهلهم في دور الأيتام وعافوهم، هذه أيضا موجودة ومنتهي من عدها. لكن لو أكو قانون وأكو رقابة حكومية وأكو متابعة كانت الناس خافت، كانوا عرفوا شلون يتعاملون هذه المواضيع. شنو ذنب الطفل يأخذ به بالشارع؟ ليش انا ادخل في مرحله الزواج ويكون عندي اطفال وبعدين اترك الاطفال؟ والله ما صارت علاقه ناجحه، شنو ذنب الاطفال يا اخي؟ والله العظيم احنا من نحكي على واقع اليوم العراق في كافه التفاصيل الخدميه والاجتماعيه وحتى السياسيه، تشوف انه في كل جانب اكو فيها مشاكل ما تحل ومعلقه، وطبعا حلولها موجوده لكن ماكو يعني ماكو الى احد من يطبقها. زين احنا شلون نتكلم اليوم على هيجي قضايا؟ شلون نقدر نوصل الى حلول ربما قد تساعدنا الى الخروج من هذه الازمات؟ ازمه وراء ازمه، ازمه وراء ازمه، وكل ازمه تطول سنوات يلا وما تخلص. عندك ازمه الاطفال اليتامى، تجي ايضا على الاطفال المشردين، تجي ايضا على قضيه الاطفال النازحين، وهذه القضايا المتعلقه. في كل محافظه وفي كل مكان تشوف هناك نسبه من اليتامى موجودين. وهذه النساء اللي يفترن في الشوارع واللي يفترن في الأماكن الخاصة حتى يقدرون يحصلون على لقمة العيش، والأطفال هم الواقعين فيها. أحبتي المشاهدين، هذا الموضوع لربما اليوم يحتاج إلى فعلا وقفة حقيقية من أجل أنه نعرف شلون نتعامل معه، والكلام يطول عنه. وإحنا أيضا يعني نستمع إلى آرائكم ومشاكلكم حول هذا الموضوع، بإمكانكم المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم، لكن خلونا نتوقف وقفة قصيرة ومن بعدها نرجع لكم.
اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين من جديد، وما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا من برنامج استوديو الناس المتعلقه بالاحصائيات وباليتامى في العراق، اللي وصل اعدادهم الى 5 مليون، لربما طفل يتيم في العراق، واللي ايضا قد شكلوا بنسبه 5% من اجمالي الايتام في العالم. اليوم احنا بدنا نتكلم عن قضيه جدا مهمه، وهي شريحه الاطفال اليتامى، اللي البعض من عندهم مشردين في الشوارع، واللي البعض من عندهم ما زالوا في دار الايتام، وحسب التصريحات الحكوميه اللي قالت انه الحكومه ايضا ما تقدر لربما قد يعني توفر السكن لهذه النسبة الهائلة من الأيتام في العراق. عندنا 22 دار أيتام موجودة تابعة حكومية ما عدا منظمات المجتمع المدني، لكن إذا تجي على المؤسسات الحكومية شوف أنه في كل دار ما يتجاوز فيه 100 يتيم. زين، أنت عندك 5 ملايين طفل يتيم، إيش قد بحاجة لأنك أنت تكون يعني موجود مجمعات سكنية يحتاج لهم صراحة، على النسبة هذه مجمعات سكنية يحتاجونهم حتى تقدر تقويهم، تقدر تحويهم، تقدر على الأقل تحافظ عليهم. هذا طفل يتيم راح يستمر وياك 10 15 سنة 20 سنة لحد 18، وتقول له الله وياك وروح، وين يروح؟ ما هو من كان صغير ما حد يهتم فيه، من يكبر راح يهتمون فيه؟ اوكي، لربما هو يكون يعني عاقل ويقدر يهتم في نفسه، لكن وين يروح؟ راح يروح يا اما على التسول، يا اما على الاعمال تاخذ عصابات اجراميه، يا اما شوف وين راح يروح. ذاك من ذاك اللي يقدر انه يعرف شلون يحافظ على نفسه، لكن ما تقدر في هذا المجتمع الصعب وفي هذه الحياه الصعبه، ما حد يقدر يعيش بسهوله من دون اكو احد وياه، شخص اكبر من عنده. اكو اليوم مؤسسات حكوميه تتابع حتى الاطفال اليتامى، احنا ما نقول انه ماكو متابعه، لكن اليوم لما يعني في هذه المرحله احنا بدنا نقول عن الاعداد الهائله الموجوده. اوكي، احنا عندنا 22 دار ايتام موجوده في العراق، وعندنا ايضا منظمات المجتمع المدني المهتمه، لكن بالمقابل اكو ايضا هنالك اعداد هائله. هذه شنو سببها؟ يعني انا حتى اسد فراغ لازم ما اخلي فراغ اخر يكون في مكان اخر وفي جهه اخرى. لكن احنا بدنا نشوف هذا التسيب اللي دا يحصل في الكثير من الجهات الحكوميه، وذكرت قبل قليل الدكتوره عبير وقالت الجانب الحكومي جدا هامل هذه القضيه، وهي قضيه الاطفال، في حين احنا لازم يكون عندنا اكثر شريحه مهتمين فيها هي الاطفال من هو صغير. يعني عندنا نسبه طلاق عاليه مما قد تؤدي ايضا، عندك نسبه الوفيات الموجوده ونسبه لربما الحوادث اللي مرينا فيها والحروب اللي مرينا فيها اللي تسببت بانه يبقون الاطفال لا اب ولا ام. يروح في دار الايتام يعيش لربما 15 16 سنه الى ان ذاك من ذاك اللي يقدر قد يعني خلينا نقول من بعد 18 سنه يعرف شلون يطلع ويعيش. لكن ماكو يعني واحد انه يقول يابا ترى هذا الموضوع بحاجه الى حل. احنا اليوم دائما نقول انه هذه القضايا المتعلقه بالاطفال علينا انه نعرف شلون يعني نعالج هذا الموضوع. قرارات، قوانين تكون صارمه موجودة لهم حتى نقدر شلون نتعامل وياهم. لذلك أحبتي المشاهدين، قبل قليل تكلمنا عن الجانب الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع، خلينا أيضا نتناول الجانب القانوني ونشوف يا ترى شنو هي حقوق الأطفال أو أطفال اليتامى في القانون، مع الخبير القانوني الدكتور محمد العامري أيضا عن عبر الهاتف. دكتور، بداية يسعد مساءك وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. يعني لما نحكي اليوم عن الأطفال اليتامى وعن هذه الإحصائيات لربما 5 مليون أو أكثر أو أقل بغض النظر عن الأرقام، لكن عندنا نسبة هائلة اليوم من الأطفال اليتامى في الشوارع الموجودة وحتى في دار الأيتام، برأيك اليوم يعني هل يعقل أنه لحد هذه اللحظة ماكو قانون يحيويهم أو ينصفهم؟ ليش؟ هل يعقل اليوم أنه ماكو إحصائية؟ ايضا هذا سؤال اخر. ليش احنا الاحصائيه اللي نشوفها، هل هي احصائيه حكوميه ال 5 مليون؟ هل هي احصائيه رسميه اللي هي احصائيه اليونيسيف؟ هي احصائيه اليونيسيف. نعم. الدوله تقول عندك مليون، الدوله ما معترفه ب 4 مليون زياده. 700,000 ومليون. احسنت احسنت. مع العلم الحقيقي اليونيسيف تقول 5 مليون واكثر. يعني هذا ال 5 مليون هذا المينيموم. زين. اذا احنا اصلا ما عندنا احصائيه، شلون نعالج مشكله واحنا ما عندنا احصائيه، ما عندنا داتا رئيسيه للايتام. طيب. لحد هذا الوقت هسه احنا ب 23. زين. شو القوانين اللي مع الطفل؟ قبل لا نحكي بالقوانين، احنا نعرف كم دار ايتام عندنا بالعراق؟ يقولون 22 دار. نعم. تقريبا 22 23 صار، اوكي؟ نعم. ايش قد عدد الايتام اللي بيه؟ الف؟ نعم. ما يقارب الالف بالضبط، هذا الكلام ده زين. ان الباقي وين ذول الايتام؟
وين يروحون؟ مو احسنت، وين يروحون؟ ماكو مكان يلجؤوا له. اذا احنا وين وديناهم هسه؟ وين؟ للجماعات الارهابيه وغيرها والتسول وغيرها من تفاصيل. زين احكي لي التساؤل هذا دول. انا احكي لك على 5 مليون حقيقي طبعا، انا مع احصائيه اليونيسيف وليس مع احصائيه الحكومه، لان الحكومه غير دقيقه بصراحه. نعم 5 مليون دول طلع لي من عندهم ما يقارب ال 150 الف طفل ما عنده مستمسكات رسميه. ما عنده مستمسكات، هذا انسان يعني لا مدرسه لا كذا، هذا راح يتربى بالشوارع. طيب هم في خلينا نقول في دار ايتام حكوميه. طبعا بالمناسبة اكو دور ايتام استاذ لا يخفى علينا، انه بعض المنظمات وبعض الناس اللي عندهم الجانب الانساني عندهم بعض البيوت طبعا اكيد يؤون الايتام. اوكي نعم، ولكن هل هذا الشيء كافي؟ لا مو كافي. الدولة تقول لك انا عندي فقط 22 دار. اسال سؤال، هي الدولة ليش ما تسوي دور للايتام؟ هل الدولة ما تملك عقارات الدولة؟ كومو عندنا عقارات للدولة، ما تخلي من عندها دور الايتام. زين خلينا نعوف كل هاي الاشياء. دكتور محمد، عندنا ميزانيه وصلت تقريبا، الموازنه وصلت الى 198 ترليون. عوفك، لا عوفك من الميزانيه، يعني انا مو عندي ارض دابين اكملات مع الدوله، املاك عقارات الدوله الاف مئات الالاف من المنازل الدوله تملك استاذنا العزيز. نعم في داخل العراق وخارج العراق. زين هسه خلينا نحكي عن الداخل. هسه احنا عندنا 22 دار. نعم دول خلينا بيهم ايتام، ربيناهم كملناهم، من يصير عمره 18 سنة الطفل وكبر صار بالغ عمره 18 سنة، وين يروح أستاذ؟ تعرف وين يروح؟ إلى الشارع مباشرة، يتم طرده من دار الأيتام. تخيل وياي. نعم أنا قاعدة يمي بس أوكله وأشربه، ممكن جزء من عندهم يروحون مدارس وكذا. نعم ووراها مباشرة أقول له أطلع بالشارع عمرك 18 سنة، حير بحياتك. هل يجوز هذا الشيء؟ ما يجوز هذا الشيء. طيب إحنا عندنا أخطاء حتى بال 22 دار فقط. يعني لو العراق ما بي 5 مليون، بي فقط 1000 نعم. يتيم، هم ما نقدر نربيهم بطريقه صحيحه. ليش هاي الاشياء كلها؟ خليني اليوم اكون صريح وياك. انا اتحمل كافه التبعات القانونيه. السيد نعم. وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، السيد الوزير شخص غير كفو، وانا اتحمل كافه التبعات القانونيه. طيب دكتور محمد، احنا خلينا نبتعد عن هذا الجانب، احنا اليوم جانبنا اهم وهو الاطفال اليتامى. انا اريد اسالك سؤال في الجانب لا. القانوني، هسه احنا خلينا نركز على الجانب القانوني. ماكو قانون ينصف الايتام ويكون وياهم دائمي حتى لان يكبرون، راتب خاص فيهم، توفير سكن لهم، شنو موقفهم من القانون اليوم؟ استاذ هاي الاشياء يراد لها تشريع للقانون، تشريع. هاي مو طبعا هذا مو شغل الحكومه، هذا شغل البرلمان. زين البرلمان عليه التشريع. احنا ما صار عندنا اي تشريع قانون للايتام ابدا ابدا. بالمناسبه حتى الاطفال بصوره عامه نعم. فقوانينهم مبعثره ما بين قانون العقوبات وما بين القوانين الاخرى، مبعثره قوانين، ما خلينا قانون خاص بالطفل لحد هاي اللحظه. حمايه الطفل وحقوقه احسنت، ما عندنا هاي الامور. على البرلمان بالدور الحالي ان يشرع هذا القانون. موضوعه بسيط، مو موضوعه صعب صدقني استاذ. نحتاج تدري شنو؟ نحتاج الى التعليم الالزامي وليس المجاني استاذ، وهناك فرق كبير. نعم احنا عندنا دول 5 مليون دا احكي لك عليهم، دول 5 مليون دول قنابل موقوته استاذ، دول بدون تعليم بدون دراسه، دول ملتجئين للعمل هسه طبعا من العمل الحر، يقول كان أريد أعيش. أحسنت، مليون طفل هو راجل يطلع للعمل، يعني هذا مخالف القانون العمل أصلا. تدري إحنا قانون العمل ما يسر غير البالغين. وبهاي الحالة استاذ إحنا نحتاج أصلا تشريع قانون للدراسة الإلزامية وليس المجانية، يعني أن أجبر الطفل أنه يدرس. طيب دكتور محمد، يعني هذن التفاصيل الموجودة هذن أصلا هن موجودات، يعني ربما الحكومة على دراية فيها، لكن أنا اليوم لما أتكلم عن شريحة جدا مهمة وهي الأطفال، يعني وطبعا أوكي لنفترض أنه مثل ما قلت أنه عندنا 700 ألف أو مليون طفل حسب الإحصائيات اللي أكدتها وزارة التخطيط، واللي تقول أنه الإحصائيات الدولية غير صحيحة، لكن السؤال هو بهذه النسبة الموجودة اليوم أنا مو المفروض أشرع لهم قانون؟ المفروض مو بس اشرع القانون، عمل حقيقي يكون. بالمناسبه ما نقدر نعمل بدون قانون. نعم. اذا اول خطوه لازم يسويها البرلمان هو يشرع القانون. ثاني خطوه الوزاره تعمل.
والمنظمات ايضا تعمل مع الوزاره. احنا عندنا ترى ما يقارب الالاف منظمات عندنا، ولكن هل بها عمل حقيقي؟ لا استاذ، ما بها عمل حقيقي مع الاسف. عندنا اكيد اكو بعض المنظمات تعمل بس مو الكل. موضوعنا صعب، احنا فتنا بحروب، عندنا اطفال، يعني اقول لك 5 مليون ساتر، يعني ايش قد هذا الرقم من الرقم العالمي؟ احنا 5%. نعم 5%. هاي ايتام العالم، العراق يشكلون به 5% ايتام العالم. نعم ككل هاي الكره الارضيه، احنا 5% من الكره الارضيه. زين الدور اليوم الاخر دكتور محمد، اليوم الدور الاخر ايضا خلينا نقول اوكي اكو تقصير من الجهات الحكوميه، الدور الاخر على منظمات المجتمع المدني، على بقيه الناشطين، على بقيه ربما اليوم دنشهد وياكم، يعني دنشهد وياك دكتور محمد، انت اكيد تعرف انه اشخاص دي يسوون مشاريع للايتام ويقدرون من خلاله انه على الاقل يقول لك احافظ على هذه الشريحه. اليوم المجتمع صارت عنده افكار هو دي يقدمها، زين انا هل يمكن انه ما اتعاون؟ يعني ليش برايك ليش الحكومه هامله هذا الموضوع؟ زين خلي اضيف لك نقطه. نعم. جزء ما ملاحظها حضرتك، اكو بدول العالم فشي اسمه التبني. اكيد تبني طفل. بالعراق ما عندنا تبني، عندنا فشي اسمه الضم، وهو مشابه للتبني. نعم. مشابه للتبني الضم. تدري ايش قد صعبه الاجراءات؟ ما ابالغ اذا اقول الاجراءات شبه مستحيله على مود العائله الضم طفل الح من دون الايتام. عندنا عوائل عراقيه كوما اني يجوني كوما ناس يريدون يقولون يابا خلينا نتبنى او نضم طفل النا لعائلتنا. نعم. عندهم اطفال او عندهم طفل واحد يريدون يساعدون. احنا كحكومه وكاجراءات قضائيه نصعب الاجراءات عليهم او نسويها شبه مستحيله، معاملات تطول اشهر واشهر. زين. قامت العالم شو تسوي؟ زين. مع احتراماتي للمستمعين، قامت تربي سلاب وبزازين بالبيوت مالتها وما تجيب ايتام لانه الاجراءات صعبه. يعني ليش برأيك اليوم دكتور محمد ليش احنا ما عندنا هذه الإجراءات اللي تخدم الطفل؟ منو المسؤول عن هذا الدور؟ ما هي هاي مسألة متعاقبة صار لها سنوات، ليس فقط في هذه الحكومة المحلية. الجميع مسؤولين عن هاي الأمور، الجميع من البرلمان إلى السياسيين إلى كلهم، لأن تدري أستاذ هذا الموضوع يحتاج لتشريع قانون. هذا الموضوع مهم جدا. دول طيب الأطفال طيب. قنابل موقوتة. زين انا اذا ما شرعت للقانون صدقني ما اقدر اشتغل بدون قانون، ما اقدر. شلون تريد انت فلان يشتغل وهو ما مشرع له قانون؟ زين عندك اكو اجراءات اخرى. نعم. استاذ اذا ما بدينا بالعمل الحقيقي بصراحه، يعني من اليوم انه نبني عدد من الجور وتكون الاداره حقيقيه، يعني انت تتوقع والله العظيم اذا اجيب لك هسه شكاوي من الناس داخل دور الايتام هسه البرنامج يقول هاي يصير بالعراق. اكو هوايه اكو ضروب أكو والله دكتور محمد احنا في برنامج استود الناس يوميا نسمع قضايا عجيبه غريبه، يعني ما بقت على قضايا الطفل، هذه موجوده في مجتمعنا. شنو ممكن اغرب بعد من هذه الحاله اللي وصلنا لها؟ يعني انا اشوف انه اذا انا اليتيم ابقي يمي كم سنه ومن يكبر اقول اطلع للشارع بهاي الطريقه بدون ما القى له مهنه، بدون ما القى له وظيفه، بدون ما عينه يمي. طيب. هذا الشيء هذا هم خطا. شلون ايش عمره هيك بالشارع استاذ؟ هذا لا اهل لا بيت لا راتب لا فلوس، هذا شو يصير؟ شو يريد يصير؟ تراح؟ شو يريد يصير؟ بهاي الحاله احنا بس نريد من شغله واحده بسيطه هي تكون نسهل اجراءات الضم. عمي عوائل الاف العوائل بعد خلصنا من الاف الايتام ويتربون بطريقه صحيحه والمنظمات شغلها المتابعه. طيب. فلان اجى فلان وفلان تبنوا الطفل الفلاني بقى يمهم شهر، تطلع لجنه من منظمه الفلانيه تتابع تشوف تسال الطفل تشوف مكانه بيته غرفته. موضوع جدا بسيط مطبق بكل دول العالم. نعم. مو موضوع صعب ومستحيل، مجرد نستنسخ التجربه منها كنجيبها يمنا. طيب. طيب دكتور محمد العامري الخبير القانوني خليني اشكرك جزيل الشكر ايضا على هذه التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك. وطبعا يعني هذا الموضوع احبه المشاهدين احنا اليوم لما نتكلم فيه والله العظيم حالات غريبه وعجيبه، ايش قد مدى نحكي عن اعداد الاطفال اليتامى في العراق ودا نسمع عن قصصهم دا نستغرب. في برنامج استوديو الناس اليوم يعني احنا في كل حلقه نقول شكو شخص عنده مناشده خلي يقدمها ونستمع الى مشاكلهم، لكن اليوم مشكله الاطفال يعني صار لها سنوات عديدة إحنا دنعاني من عدها. عندك أطفال يتامى، أطفال مشردين، هواية أسباب. زين هل يعقل ماكو في بلد مثل العراق ماكو قانون ينصف الأطفال اليتامى؟ هذا السؤال اللي أسأله إلى الحكومة الآن. هل يعقل إنه ماكو قانون ينصف الأطفال اليتامى في العراق؟ أطفال وصل أعدادهم 5 ملايين.
اوكي هاي الخمس ملايين احصائيه غير دقيقه، نقول 700,000 او مليون. يا شي هاي الارقام يعني شي بسيط، 700,000 لو مليون هذا رقم بسيط احبتي المشاهدين. وانا عندي حتى دار الايتام الموجود عندنا، دور الايتام اللي يبلغ عددها تقريبا 22 او 23، وين تكفي هاي الاعداد؟ وين يروحون؟ يصير عمره 18 سنه اقول له الله وياك روح يرب نفسك، وين يروح؟ اكيد طبعا راح تاخذه العصابات الاجراميه والى اخره، وراح يصير حاله الى الأسوأ. وهذا نشوف الحال اليوم، اطلع في الشوارع وشوف الاطفال اللي شايل كلينس واللي شايل مي واللي ديبي، ايضا بقيه المظاهر اللي نشوفها اليوم في الشوارع غريبه عجيبه. يا اما جدي يا اما ياخذوا جماعه يصير يودوه على مناطق، تعالوا انه انت مريض بحجه حتى تاخذ يعني لربما تسول من الناس. هذه الحالات اليوم علينا انه نستمع الى مشاكل واراء الناس احبتي المشاهدين حتى الحكومه تقدر تشتغل، واحنا نقول انه الله هلا هلا بالشعب، وان شاء الله نتامل خير انه يكون اكو اهتمام من الجوانب جانب الحكومه بخصوص هذا الموضوع. عندنا اتصال طه من كركوك احبتي المشاهدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولكادر البرنامج الفلوجة تلفزيون فلوجة. يا أهلا وسهلا أخي العزيز. أخي الكريم، لازم هذا القضية الأيتام لازم يهتم بها الحكومة. طيب هسه بكركوك. نعم أقصدك على كركوك. على منظمات الأهلية. نعم منظمات الأهلية مسوين لهم كل شهر راتب و معيشية من الملابس ومن المواد الغذائية. نعم يعني لازم منظمات، عندنا الحمد لله منظمات حكومية، عندنا منظمات أهلية، عندنا في بغداد والمحافظات زين، لازم هذا يتكلف فيه المنظمات. طيب زين اللي اليتيم اللي طلع من دار الايتام وصل 18 سنه 15 او 18 وين رايح يروح؟ يتجه الى احد الاشغال، رايح يطب السجن ومقر يصير السجن ولا احد يساعده ولا شيء. أم عندكم في كركوك مثل يعني الأطفال أيضا أحبتي أخويا طه، هم عندكم في كركوك هذه الحالات؟ والله هذه الحالات عندنا بس مثل ما يقول متبناها المنظمات الأهلية والحكومية. طيب الحمد لله كل يعني أقصد أكو أطفال اليوم مشردين وشوفوا من متسولين في الشوارع وهذه المظاهر اللي نشوفها في كافة محافظة. والله يا أستاذ العزيز هذا الشيء أنا ما مطلع به. نعم طيب هذا الشيء ما مطلع به. عندي موضوع ثاني أستاذ العزيز. تفضل. عندي موضوع ثاني أستاذ. نعم. العزيز أرجو من قناة الفلوجة من كاميرتكم العزيزة. نعم. أن يزور بيتي ويطلع على أحوالي. أنا إنسان معوق وشلل وفقير وما عندي كل شيء، داعش بالحر والبرد. أرجو من قناتكم العزيزة ومن جناب المدير مالكم. طيب أخويا طه اللي أطلبه من حضرتك، اللي أطلبه من حضرتك الآن تعطينا رقمك للكنترول وعنوانك وتفاصيلك الكاملة، وإن شاء الله هم يتواصلون معك. ماشي أخي العزيز طه؟ شكرا جزيلا على مشاركتك. إذن أحبتي المشاهدين احنا دنا نتكلم اليوم في برنامج استوديو الناس في قضية جدا مهمة وهو الأطفال اليتامى في العراق، ودنا نقول أن كل شخص عنده مشكلة يتفضل يطرحها من خلال برنامج استوديو الناس وإن شاء الله نوصلها إلى الجهات المعنية. لكن اليوم احنا يعني مسألة جدا مهمة وهي المحافظة على أطفالنا، كيفية العناية فيهم. يعني ما نقول يا جماعة عوفوا كل شيء، وهذا اليوم شريحة جدا مهمة، ترى هذول جيل المستقبل. يعني إحنا إلى متى نبقى جاهليهم وعايفيهم؟ لا قانون، لا تفاصيل، لا منظمات تكفيهم تقدر على الأقل تحافظ عليهم، ليش إحنا عايفيهم بهذه الطريقة؟ طيب خلينا نتعرف على أبرز الطرق الخاصة لرعاية اليتيم اللي يعني أكدها الكثير من الخبراء والأصحاب الشأن في فقرة الأنفوغرافيك. أحبة المشاهدين هنالك بعض الطرق الخاصة لرعاية اليتيم. أولا الحنان والعطف عليه، وهذه ما يحتاج لها تعلوم. النقطة الثانية تعليم اليتيم النظام، وأيضا هذه نقطة جدا مهمة. تجاهل بعض الممارسات الخاطئة التي قد يقع بها اليتيم،
واحنا دا نقول انه ما بعد مرحله ال 18 سنه قد يقع في هذه الممارسات. ايضا هنالك بعض النقاط مثل اشغال وقته بالانشطه والاعمال المختلفه والمفيده حتى يكون عنده هدف، تكون عنده على الاقل حلم يقدر يحققه. الاستماع اليه، لان الاستماع يزيد من الراحه النفسيه لليتيم، خاصه اذا كان طفل علينا اعرف شلون اتعامل وياه، افهمه، يحكي لي مشكلته والى اخره. اعطاء الفرصه للتعبير عن رايه وعدم الاستهزاء منه. وطبعا هذه نقطه جدا مهمه احبتي المشاهده، ليس فقط على الطفل اليتيم بل على كافه الاطفال، علينا انه نستمع لهم ونعرف شلون نتعامل معاهم. والنقطة الأخيرة، الحديث معه بإحسان ولين، أي التكلم معه بالكلام الطيب والحسن. وهذه النقاط أحبتي المشاهدين الخاصة بكيفية التعامل مع اليتيم وكيفية رعاية الطفل سواء إذا كان يتيم أم لا، هذه أكو بعض النقاط المهمة اليوم بحاجة إلى أنه إحنا نتكلم عنها، مو نعنفه. مو أجي اليوم إلى الأب يشوف يعنف ابنه وبنته أو الأم كذلك. ونشوف اليوم أكو كثير من الأمهات صارت عندنا حالات، ما نريد ندخل في جانب العنف، لكن أكو دا تصير عندنا حالات أنه أكو آباء وأمهات دا يعنفون أطفالهم. يا أخويا ليش أنت دا تعنفه؟ بس أريد أسأل سؤال، ليش تعنف طفلك؟ يعني إذا أنت ما تريد أطفال ليش تزوجت وجبت أطفال؟ والله عجيبة، إحنا في كل حلقة يحترق قلبنا على هذه المظاهر اللي نشوفها ونتكلم ونقول أن الأطفال شريحة جدا مهمة. هلا هلا بيهم، انتوا تجون النوب تعاملون بهذه الاساليب تخليه يصير عنده عنف، يصير عنده لربما اسلوب اجرامي، يتعلم شلون يقتل والى اخره. هو شاف من طفولته حتى يصير طفل مثالي؟ ما انت ذا من هو صغير تعامله بهذه الطريقه. طيب، الكثير من التفاصيل اللي تحصل في هذا الموضوع احبه المشاهدين، والكثير من الاراء اللي جت بخصوص انه شو ممكن اني يعني احافظ على الاطفال اليتامى، وشو ممكن احد من هذا الموضوع. طبعا عندنا في فقره الاستبيان ربما سالناكم قبل الحلقه انه 5 ملايين يتيم في العراق، برايك من هو المسؤول؟ خلينا نشوف ابرز التعليقات اللي جاءت بخصوص هذا الموضوع. ابو علي كتب في تعليقه: كل مسؤول بالدوله العراقيه حسب مسؤوليته يتحمل ما يجري في العراق، هو يحاسب أمام عدالة الله. هذا تعليق أبو علي. تعليق الآخر من قبل صافي التكريتي كتب: الحقيقة يا أخوي العزيز السبب هو الزواج المبكر وكثرة حالات الطلاق، والسبب الثاني الشيوخ اللي يعقدون للناس القاصرين قانونيا وشرعيا، وفوقاها يقولون الصوت على الحكومة. رأي أيضا محترم من قبل صافي أحبة المشاهدين. مالك كتب في تعليقه: الكل مسؤول حتى أني، 5 ملايين تقدير جدا قليل. والله يا اخويا مالك قول للجهات الحكوميه انه هذا التقدير قليل، ما احنا هذا مو تقديرنا، تقدير المنظمات الدوليه اللي تقول انه هم 5 ملايين لربما موجودين في العالم، هم يعني 5% من اجمالي الاطفال اليتامى في العالم موجودين من عدوم في العراق، فهذه التقديرات. طبعا احنا شو ممكن اليوم نوصل الى حل يناسب هذه المشاكل ولربما هذه الشريحه المهمه، حتى نتعرف على كثير من الشؤون الخاصة بالأطفال وشن هي الأسباب. لازم هنالك حل وخلاصة لكل هذه الأزمة. لذلك أحبتي المشاهدين، لما نتكلم عن خلاصة هذا الموضوع، وهي أنه مسألة الأيتام تعد من بين أهم المسائل التي تمس حياة المجتمعات في العالم، لذلك على الحكومة أن تهتم بهذه الشريحة المهمة وتوفير كافة الخدمات لهم من سكن وراتب معيشي يكفيهم ويسد احتياجاتهم الخاصة كما وصى بهم ديننا الإسلامي، وكما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأما اليتيم فلا تقهر. والسؤال هو أحبة المشاهدين اللي نسأل أيضا هو: هل ستستطيع الحكومة أو هل سيكون هناك قانون ينصف الأطفال اليتامى في العراق؟ والله ما أدري. نشوفكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. مع السلامة.